فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الالتفات في الصلاة لأجل النفث والاستعاذة؟ هل هو مشروع دائما؟ التفات لحاجة بالرقبة جائز إذا كان لحاجة، ما إذا كان لغير حاجة فهو منهي عنه، وهو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، إذا كان لغير حاجة فلا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.